خير على حضراتكم جميعا، اهلا وسهلا بيكم. من حسن حظي والله اني معاكم للمره الثانيه النهارده مديريه الجلسه. انا محمد سلطان، عضو الفريق التنفيذي وعضو الحاضنه، واليوم هنستكمل سيشنز دق الشماسي اللي بنعودكم بيها من مركز الابتكار التربوي والتعلم عن بعد كل سنه في الصيف، واصدار خاص السنه دي لموضوعات تخص رياده الاعمال بمناسبه انطلاق بايلوت انكيوبيتور. وكلمنا الدكتور محمد علي الجلسه السابقه عن السوشيال انتربرينورشيب، والنهارده هتستكمل الدكتور ريم حافظ ان شاء الله الموضوع في الرحله بتاعتنا عن المنتورنج تولز فور انتربرينوريال بروجكتس. الدكتور ريم حافظ طبعا انا مش عارف هقدمها ازاي عشان بس مش عايز انقصها قدرها والله. الدكتور ريم انا اتشرفت بيها في 2018، وعرفت بعد كده هي والدكتورة غادة ان هي كانت من الرعيل الاول في تيمبس اديب، المشروع اللي كان ممول من الاتحاد الاوروبي. والناس دي يعني هي او الدكتورة غادة لما كان في معاناة شديدة ان هم يعني يوصلوا ويخلوا المركز متميز على مستوى مصر كلها، مركز جامعة اسكندرية، مركز الابتكارات التربوية، مجهودها كبير جدا، مجهود عظيم عملته هي والدكتورة غادة علشان يوصل للموقف التعليمي اللي احنا فيه والموقف التدريبي اللي احنا فيه. هي نائب المدير الوحدة حاليا، وهي عمود من أعمدة الوحدة. يعني احنا ممكن كلنا نروح ونيجي، لكن الدكتورة ريم يعني الحمد لله هي اللي كلنا يعني بنفخر بيها وكلنا أمل فيها طبعا إن شاء الله طبعا. والدكتورة غادة قبلنا كلنا في إن المركز دوت يفضل مستمر في عطائه. الدكتورة ريم برضو هي رئيس مشروع السي بي اي التابع للوكالة الفرنكفونية، قدمت لنا أكتر من مائدة مستديرة صراحة في مجال ريادة الأعمال وفي مجتمع الأعمال وتشبيك الأعمال، وكان ليها طبعا السبب إن هي تخلينا نتعامل مع حضرات مختلفة زي حاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. برضه هي أمين عام مؤتمر الكونفيرمو بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين، وهو ده مؤتمر خاص برؤساء الجامعات الفرنكفونية اللي منهم جامعة اسكندرية في الشرق الأوسط. الدكتورة ريم مدرب هايل ومدرب معتمد، وكلكم انا اعتقد ان اغلبكم يعرف الدكتورة ريم وتدرب على ايد الدكتورة ريم قبل كده. هي مدرب في مجال ريادة الاعمال ومدرب في مجال الابتكارات التربوية ومجال استخدام التكنولوجيا في التدريس والكلام ده كله. وبرضه هي ليها في الترجمة الفورية، والترجمة بكل اشكالها، بكل يعني ترجمة فورية، ترجمة شفهية، ترجمة دبلجة حتى. يعني احنا صراحة بنشوف ان الدكتورة ريم يعني هي كنز قدامنا، وهنحاول ان شاء الله ان احنا نستفيد منها بقدر الامكان. اتفضلي يا دكتورة. لا ميرسي يا دكتور محمد ولي على التقديمة الجميلة دي. الحقيقة يا دكتور يعني العفو والله. يعني انا بشكر طبعا دكتور محمد يعني الجميل والصديق العزيز، بشكر طبعا يعني اختي وصديقتي وزميلتي الاستاذه الدكتوره غاده الخياط. والحقيقه يعني زي ما دكتور محمد قال، يعني الحمد لله احنا بقالنا من 2017 او من 2014 كمان يعني بنسعى ان الابتكارات التربويه والتعلم عن بعد يبقى له بصمه في المجتمع الجامعي، ويعني نوصل صوتنا وننقل كل اللي اتعلمناه في هذا المشروع اللي ابتدى 2014 وانتهى 2017، وكان من نتاجه الأول الوحدة اللي تحولت إلى مركز، والحمد لله يعني اتولد من هذا المركز جميع وحدات الابتكارات التربية والتعلم عن بعد في جامعة اسكندرية. فأنا بشكر حضراتكم جدا على يعني وجودكم معنا النهاردة، واسمحوا لي يعني طبعا دكتور محمد كبرني قوي في حته رياده الاعمال. يعني والحقيقه انا مش متخصصه طبعا رياده اعمال، بس انا يعني استاذ مساعد في كليه الاداب قسم اللغه الفرنسيه ومسؤول برنامج اللغات التطبيقيه. لكن الحقيقه شرفت بان انا اكون يعني مرشحه من قبل رئيس جامعه اسكندريه ووكاله جامعه فرنكفيل ان انا ابقى منسق مشروع السي بي اللي هكلم حضراتكم عنه النهارده، هكلم حضراتكم عنه علشان اقول لحضراتكم ازاي يعني اي حد بره مجال ريادة الاعمال وبره المجال المتخصص ممكن انه بالتدريب وبالعلاقات
طبعا بالخبرات اللي ممكن يكتسبها من خلال زيارته لحاضنات أخرى، يكتسب خبرة يحب ينقلها لزمايله. فهو ده اللي أنا هعمله النهاردة، يعني أنا هعرف حضراتكم بسرعة على المشروع اللي اتعلمت منه خبرات، إن شاء الله نحاول ننقلها لزمايلنا اللي هيحتضنوا في حاضنة بايلوت التابعة لمركز الابتكارات التربوية. واللي هقوله النهاردة هو بعض الأدوات اللي ممكن نستخدمها كمنتور أو كتوتر أو يعني ناس بتصاحب هذه المشاريع الريادية، وإزاي تخرجها للنور، إزاي تساعد شباب رواد الأعمال من الطلاب أو من غير الطلاب طبعا، إزاي تبلور تساعدهم على بلورة الفكرة، على طرح تساؤلات تساعدهم على إن المشروع من فكرة يبقى فعلا مشروع ملموس ويخرج للنور ويفيد طبعا المجتمع التابع له. فأنا يعني النهاردة اسمحوا لي يعني هتكلم عن المشروع اللي منه قدرت أتعرف على مجال ريادة الأعمال وقدرت أكتسب بعض الخبرات اللي يشرفني إن أنا أنقلها لحضراتكم، وقدرت برضو أتعرف على بعض التولز والأدوات اللي بيستخدموها في فرنسا في حاضنة جامعة لوران. وطبعا احنا مش شرط ان احنا نستخدم نفس الادوات، احنا طبعا بنحاول دايما كونتكستواليز، يعني نحاول نطبق على مجتمعنا احنا وعلى احتياجاتنا احنا، بس ما يمنعش ان احنا برضو نشوفهم بيفكروا ازاي وبيستخدموا ادوات ايه وتمبلت ايه وموديلز ايه علشان يساعدوا المشاريع الريادية في الخروج للنور. فحواري حضراتكم بس بعض الأنشطة كده اللي عملناها في مشروع السي بي اي، وبعدين هنتكلم عن دور المرشد في مشروع ريادي. مرشد هنا بمعنى منتور طبعا أو تيوتر، يعني إزاي المنتور اللي كلنا طبعا في أي مشاريع ريادية عارفين أي حاضنة طبعا بتحتضن مجموعة من المشاريع، والمشاريع دي لازم لها متابعة ولازم لها توجيه وإرشاد. فهعرف حضراتكم بكل بساطة كده على دور المرشد وبعض الأدوات اللي حكيت لحضراتكم عليها. الأدوات دي أنا حاولت بس يعني أختصرها وأوري لحضراتكم، إن شاء الله هوري لحضراتكم يعني عامة إزاي بيستخدموها أو هي عبارة عن إيه، لكن ممكن كمان أوري لحضراتكم تفصيل التمبلتس اللي بيستخدموها. هو بالفرنساوي بس انا ممكن ان شاء الله يعني اوعد حضراتكم بترجمتها في القريب العاجل عشان لو حضراتكم برضو حبيتوا تستفيدوا منها. وممكن تبقى حتى لرواد الاعمال الشباب زي تشيك ليست، يعني هما بيستخدموها لمتابعه رواد الاعمال. لكن احنا كمان يعني لكن رواد الاعمال نفسهم ممكن يستخدموها كتشيك ليست لهم بحيث يقدروا يعرفوا ايه اللي ناقصهم، ايه التساؤلات اللي المفروض يطرحوها على نفسهم، يطرحوها على المجتمع اللي هيستقبل هذا المشروع، التساؤلات المختلفة. فبكل بساطة كده سريعا وهمر على يعني انا حطيت الأنشطة كلها بس انا همر عليها سريعا عشان ما يعني حضراتكم ما تملوش وعلشان يعني نروح للب الموضوع على طول. هو اسمه سي بي اي زي ما دكتور محمد قال، هو ده فرنساوي يعني كارير انسيرسيون بروفيسيونيل انوفاسيون انتربرينوري اون ايجيبت، بس هو بالعربي يعني مشروع المسارات والادماج الوظيفي والابتكار ورياده الاعمال في مصر. واساسا الهدف منه كان ان احنا نمد جسور التفاهم والتعاون بين قطاعين طبعا من اهم القطاعات في مجتمعنا اللي هو القطاع الاكاديمي وقطاع الاعمال، لان احنا دايما زي ما حضراتكم عارفين بنلاقي ان في جاب واسعه جدا جدا وهو صحيقه بين مجتمع سوق العمل والمجتمع الاكاديمي او ما يدرس في الجامعه. في بعض الاحيان بيبقى بعيد كل البعد عن احتياجات سوق العمل. الحقيقه الحمد لله يعني من ساعه ما ثقافه رياده الاعمال ابتدت تنتشر وبقينا نسمع عن مراكز طبعا التطوير المهني اللي موجوده في جامعه اسكندريه وعلى مستوى الجمهوريه ورياده الاعمال اللي بتدرس والمشاريع اللي بتطلع للنور. فالحقيقه الحمد لله يمكن ان شاء الله في القريب العاجل كده هذه الهوه الصحيقه اللي ما بين سوق العمل وما بين العالم الأكاديمي تتقلص ويبقى دايما المشاريع اللي بتطلع من الجامعة تبقى مشاريع تخدم
المجتمع وتلبي طلبات واحتياجات سوق العمل. عندنا عشان كده في هذا المشروع كان عندنا نهجين بنتبعه، نهج مهني ان احنا دايما بنستهدف الاوساط الاقتصاديه، وبنحاول ان احنا نعزز الروابط بين الجامعه وسوق العمل، ونهج خاص برياده الاعمال زي ما قلت لحضراتكم ان احنا حاولنا من خلال هذا المشروع ننشر فعلا ثقافه رياده الاعمال عن طريق مشاريع مختلفه قمنا بيها، يعني مشاريع وموائد مستديره واكتيفي انشطه كتيره جدا علشان نعرف أعضاء التدريس والطلاب على ما هي ريادة الأعمال. وريادة الأعمال مش معناها بس مشروع ويطلع للنور، لا طبعا زي ما قلنا في ورشنا المختلفة اتكلمنا عن إن ريادة الأعمال دي ثقافة وروح ممكن تنتشر في مختلف المجالات، وإن الإنسان يبقى عنده هذه الروح الريادية وينقلها للطلاب، يفكروا بصوره مبتكره، يعملوا مشاريع بصوره يعني فيها ابداع، فهي دي ثقافه رياده الاعمال. عندنا برضو الهدف كان من المشروع ده ان احنا نصاحب طبعا الجامعات المصريه في ان هي تدمج مهنيا طلابها، وزي ما قلنا تنمي مهاراتهم وتربط سوق الدراسه بمتطلبات سوق العمل. وكان عندنا اهداف محدده ان احنا نوعي المجتمع الاكاديمي بالمشاكل واللي بيواجهها الطلاب، وان احنا زي ما قلنا نطور ثقافه المشاريع ورياده الاعمال داخل الجامعات. ومن ميزه هذا المشروع ان كان له شركاء، هو بينتهي يعني المشروع هو بدا في 2019 وفي طريقه للنهايه خلاص اخر السنه دي ان شاء الله هينتهي. كان في شركاء اكاديميين، جامعه سنجار والوكاله الجامعيه الفرنكوفونيه والجامعه الفرنسيه وجامعه فاروس وجامعه اسكندريه متمثله في مركز الابتكارات التربويه والتعلم عن بعد. وعندنا كان شركاء من سوق العمل زي شركة اي بي دي ال وغرفة التجارة والصناعة، وكل دول الحقيقة ساهموا في الأنشطة المختلفة اللي هوريها لحضرتك. ده مكاننا في جامعة سنجار، وعايزة أقول لحضراتكم إن هذا المكان بيستقبل أي طلاب رواد أعمال مهتمين بإن هم يعني يشتغلوا على مشروعهم. هو زي كووركينج سبيس بس لطيف جدا، بيساعد لأن طبعا أهم حاجة سواء كانت في حاضنات الأعمال أو في الأماكن المخصصة للعمل على مثل هذه المشروعات الريادية، أهم حاجة إن المكان اللي يشتغلوا فيه رواد الأعمال علشان يطوروا مشروعهم يبقى مكان مريح. ودي من أهم الحاجات اللي بيرعوها جدا جدا بره في الحاضنات بره واللي اتعرفنا عليها، المكان يبقى مكان مرحب، يبقى مكان ألوانه جميلة، يبقى مكان بيوفر برضو إمكانية إن الطلاب يقوموا يعملوا حاجة يشربوها، ياكلوا حاجة علشان يحسوا إن هم مرتاحين في المكان وبالتالي ينتجوا. هي دي الثقافة اللي بتقوم عليها هذه الأماكن. عملنا بقى من 2019 أنشطة كتيرة جدا، هو معلش هو مكتوب بالفرنسية بس أنا هحاول أترجم سريعا كده. يعني عملنا مسابقة اسمها Egypt Legal Tech Hackathon، ده كانت مسابقة ما بين يعني في جامعة عين شمس في القسم الفرنسي من كلية الحقوق علشان نعمل مشروع أو تطبيق يخدم القانونيين، لأن طبعا في مجال القانون بينقصهم التكنولوجيا، فربط التكنولوجيا بالقانون. ودي كانت مسابقة شارك فيها طبعا جامعات، وجامعة فاروس فازت فيها بالمركز الثاني. عملنا برضو طبعا دي مركز الابتكارات التربوية عمل ورشة عن التعليم المبني على الجدارات، لأن طبعا مهم قوي إن احنا نعرف سوق العمل محتاج إيه وعلى هذا الأساس ندرسه للطلاب. في سبتمبر سافرنا، ودي اللي هكلم حضراتكم عليها، وخدنا زي تريننج في حاضنة أعمال جامعة لوران، ودي اللي هشارك مع حضراتكم التمبلتس أو التولز اللي بيستخدموها في توجيه وإرشاد ومصاحبة الأنتربرينور. في سبتمبر برضو من نفس العام عملنا مائدة مستديرة يعني حول يعني كيفية توثيق العلاقات بين العالم الأكاديمي وعالم الأعمال، ودي كانت طبعا غرفة الصناعة وغرفة التجارة في اسكندرية هي اللي كانت راعية لهذا الإيفنت وبالتعاون مع مكتبة اسكندرية. عملنا كمان 2 ورش عمل
في جامعة فاروس، يعني عن التوعية عن الانتربرناريا وازاي يعني نقيم مشروع ريادي. عملنا مائدة مستديرة بعديها برضو عن في جامعة سنجار عن العلاقة برضو ما بين البحث العلمي والعالم الاقتصادي، وازاي ان المفروض البحث برضو يخدم مجال العمل. في فبراير يعني استمر كررنا برضو هذه المائدة المستديرة. بعد كده في جولاي عملنا تاني كررنا ورشة عن التعليم المبني على الجدارات، لأن لقينا إن حاجة مهمة جدا جدا إن نبني يعني محتوانا التعليمي على متطلبات سوق العمل، وبالتالي المشاريع تخرج مشاريع فعلا بتلبي احتياجات سوق العمل. عملنا طبعا مائدة مستديرة أخرى عن كل ما هو البرامج التمهينية، يعني أو التدريب، لما يعني أي برامج جديدة بتبقى برامج تمهينية علشان تخرج برضو طلاب مؤهلين لسوق العمل، وبيدوا بيعملوا مشاريع سوق العمل عايزها. ودي كانت برعاية القسم الفرنسي من كلية الزراعة اللي هي الفيليير فرانكوفون أو البرنامج الفرنسي، بس هو كل الحاجات دي كانت باللغة العربية. يعني عملنا برضو يعني ورشة أخرى اسمها Entrepreneurship from Idea to Action، ودي كانت مع مؤسسة IBDL، وكانت دي موجهة لأعضاء هيئة التدريس، يعني إزاي إن إحنا نحول الفكرة بتاعتنا لأكشن فعلا، يعني لمشروع أو لمشروع قابل للتنفيذ. شاركنا في أسبوع الابتكار، وده كان مع جامعة فاروس، ودي كانت أسبوع لطيف جدا لأن كانت الشركات بتيجي تعرض مشاكل على مجموعة من الطلاب. الطلاب كانوا بيقسموا المجاميع، وكل مجموعة تاخد مشكلة من المشاكل الحقيقية اللي بتواجهها الشركات أو سوق العمل، وبتحاول تجد لها حل. فالطلاب هنا بيقدموا حلول ابتكارية وجميلة جدا. برضو شفنا إزاي عملنا برضو أتوليه أو ورشة عن ازاي نقدر نعمل فيديوهات انتر اكتف، علشان برضو لو حد حب يعرض مشروعه بطريقة لطيفة يقدر يستخدم التولز المناسبة. قررنا تاني ورشة العمل عن الانترودكشن تو انتربرينورشيب مع IBDL. عملنا تاني طبعا ازاي نحسن مهارات، يعني نهج لتطوير الكفاءات التعليمية بحيث ان كل واحد يتبنى في تدريسه هذا النهج الريادي. مش شرط انه يعمل مشاريع، يخلي الطلاب تعمل مشاريع، بس حتى في طريقة تفكير الطلاب حاولنا ان احنا يعني نخليهم يتبعوا هذا النهج، وننقل لأعضاء التدريس هذه الطرق علشان ينقلوها للطلاب. عملنا حاجة جميلة جدا اسمها يعني كل خميس مع ريادة الأعمال أو لجديد الانتربرناريا، كانت زي كبسولات كده أو يعني كونسبتس معين بنحاول نقولها في ساعة كل يوم خميس، ودي كانت لطيفة جدا، يعني عن الماركتينج، عن البيزنس موديل، عن كل ما له علاقة بالناحية القانونية في المشروع الريادي، عن الإيكو سيستم في الانتربرناريا، يعني الحاجات اللي بيحتاج رائد الأعمال يعرفها. وعملنا مسابقتين إقليميتين كانت على مستوى الشرق الأوسط، المسابقة الطلابية لريادة الأعمال اتعملت في 2020 وفي 2022، والحقيقة في أول مرة تقدم لها 83 فريق، والمرة الثانية كان 37 فريق على مستوى الشرق الأوسط، ودي فاز فيها دايما 3 فرق وخدوا جوائز قيمة الحقيقة. وكان معانا منتورز من أعضاء التدريس. وآخر حاجة قمنا بيها السنة دي عملنا مائدة مستديرة عن تحديات الجامعة، جامعة رياضية، تحديات طبعا وقضايا يعني. وكان في حقيقة نخبة جميلة من سوق العمل ومن العالم الأكاديمي، بنتكلم عن إزاي الجامعة نحولها لجامعة ريادية تنتج وتدي مشاريع وتصاحب الطلاب، وإيه التحديات اللي بنواجهها. وكان في طلاب طبعا قدموا أفكار مشاريع كانت لطيفة جدا، وكانت الميزة إن كان في اكسبرت بيعلقوا على هذه المشاريع وبيوجهوا الطلاب، وده اللي إحنا عايزينه. فمن المشروع ده الحقيقة أو خلال المشروع ده رحنا لحاضنة أعمال جامعة لوران،
واسمها بيل، وفيها بقى اتعرفنا على كونسبتس، حاجات يعني مفاهيم مهمة جدا يعني حبيت أشاركها مع حضراتكم. وأي أسئلة طبعا تحت أمر حضراتكم بعد ما أخلص. الحقيقة يعني لما رحنا في الحاضنة دي تعرفنا على two concepts، إن المشروع الريادي في مفهومين يعني بيرتبطوا بيه، حاجة اسمها الحالة الغازية والحالة البلورية. ودي حابة برضو أسأل حضراتكم، ماذا تعني الحالة الغازية والحالة البلورية بالنسبة للمشروع الريادي؟ يعني عايزة كده تصورات، أو يعني أفكار حضراتكم، يعني إيه الحالة الغازية لمشروع ريادي والحالة البلورية؟ حابة أسمع يعني إجابات حضراتكم أو تعليقات. ممكن يعني نعرف إزاي الحالة الغازية والحالة يعني إيه؟ أنا الحقيقة مش شايفة مين بيرفع إيده أو مين عايز يجاوب. ممكن الزملاء يفتحوا المايكات على طول، إحنا عددنا مش كبير قوي. مساء الخير دكتور ريم، أنا منال هدى. دكتورة منال إزيك، عاملة إيه؟ الحمد لله الحمد لله، كل سنة وأنتم طيبين. طيبة، أنتي طيبة، ألف ألف مبروك لابنك، ربنا يطمنك عليه يا رب. الله يبارك فيك يا رب. أنا أعتقد يعني إن الحالة الغازية ممكن تكون لأي مشروع ريادي، هي الحالة اللي بيبقى فيها المشروع لسه عبارة عن أفكار مجردة في ذهن القائد المشروع، وكون إن هي تبتدي تتحول للحالة البلورية يعني إنها تتنفذ أو تتكتب في خطوات محددة، فيبدأ ينفذ كل خطوة تبقى واضحة إيه هي أبعادها، إيه المتطلبات بتاعتها. أعتقد يعني لا زي الفل طبعا يا دكتورة منال، يعني كلام سليم وجميل، ما اقدرش اقول حاجة عنه يعني. تسلميلي يا رب، يا رب يكون صح. لا صح طبعا، يعني هما الحقيقة الحالة الغازية، وده طبعا ترجمة يعني بالفرنسية، بيقول دايما ان المشروع الريادي في بدايته بيبقى زي ما حضرتك قلتي افكار يعني في الهوا كده، يعني حاجة لسه مش ملموسة، حاجات بتتطاير كده في اذهان رواد الاعمال وافكار وحاجات يعني مفاهيم، وبعدين بيبتدوا واحده واحده بقى بالمصاحبه وبالارشاد وبالتوجيه الحاله الغازيه تبتدي تتبلور، يعني تبتدي تتحول مثلا للحاله الليكويد مثلا السائله شويه، وبعدين تتحول للحاله البلوريه وتتبلور الافكار، أفكار هذا المشروع. بقول لحضراتكم بعد ما اتعرفنا على يعني إيه حالة غازية وحالة بلورية المشروع الريادي، برضو مهم قوي إن احنا نتعرف على النهج المتبع في المشروع الريادي. يعني إيه؟ يعني إيه الحاجات اللي بيحتاجها أي مشروع ريادي علشان فعلا يبقى مشروع يتبلور ويتحول من الحالة الغازية إلى الحالة البلورية؟ محتاجين شوية حاجات كده زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. يعني عندنا مشروع ريادي، عندنا فكرة مشروع ريادي، مش هنقول المشروع هنا، هنعتبر ان دي الفكره، فكره المشروع. طب محتاجين ايه بقى عشان هذا المشروع فعلا يتبلور؟ بنحتاج لشويه حاجات ناخد بالنا منها، زي مثلا انشاء شبكه من العلاقات. يعني ايه شبكه من العلاقات؟ يعني احنا لازم نساعد الطالب او الفريق، يعني فريق الطلاب من رواد الاعمال، ان احنا يعني نحاول ان احنا ننشئ لهم، نساعدهم على انشاء علاقات مع سوق العمل، مع المعنيين بالمشروع بتاعهم. يعني نحاول ندور معاهم مين الأشخاص اللي ممكن يهتموا بهذا المشروع، مين الأشخاص اللي ممكن بعد كده يعني يبيع لهم فكرة المشروع، فاحنا نساعدهم لأن هم لسه طلاب مش عارفين برضو كل الإيكو سيستم، كل العناصر اللي حواليهم علشان يعني تكون مهتمة بهذه الفكرة. محتاجين طبعا كمان تدريبات وأدوات. يعني إيه تدريبات؟ يعني نخلي رائد الأعمال يحضر بعض التدريبات أو التريننجز أو الورش اللي هتساعده إنه يعرف إزاي يعمل هذا المشروع بتاعه ويبلور فكرة مشروعه ويطرح التساؤلات المختلفة حوالين مشروعه، فيتبين له نقاط الضعف ونقاط القوة، وإذا كان المشروع ده فعلا قابل للتنفيذ ولا في حاجات بتنقصه.
ونديله التولز. التولز دي هي اللي هقولها لحضراتكم، اللي هي زي تشيك ليست كده، او زي اسئله بيطرحها، احنا بنطرحها عليه وهو بيطرحها على نفسه، بحيث يقدر يعرف هو فين. برضو مهم قوي ان احنا نشجعه ان ينزل على ارض الواقع فعلا، على الموقع، يعني ينزل في المواقع، ينزل يعني في سوق العمل، ويحاول كده يشوف مشروعه ده قابل للتطبيق ولا لا، مين المنافسين له، ايه العناصر اللي موجودة فعليا، يعني يعمل مسح كده للسوق. يعني ده نشجعه فعلا انه ينزل السوق، ما يفضلش كده قاعد في الكووركينج سبيس او في الـ يعني الكومفورت زون بتاعته، عمال بس هو والورق وهو والمنتور وهو وزمايله، من غير ما ينزلوا لأرض الواقع ويحاولوا فعلا يطرحوا تساؤلات ويعملوا أناليسز للعناصر اللي موجودة والاحتياجات اللي موجودة، ويقدر يفهم فعلا سوق العمل احتياجاته ايه. محتاجين كمان ان احنا نبني له جسور مع ممثلي سوق العمل، يعني ممكن ندعو ممثلين من سوق العمل ان هم يحضروا مثلا البيتش بتاعت هذا الفريق، او يحضروا جلسات العمل، جلسات المنتورينج مثلا، علشان برضو يساعدوهم بخبرتهم ان هم يوجهوهم صح، مش بس ان احنا نعمل لهم يعني نوجههم نقول لهم ايوه الشركات دي هي اللي ممكن تساعدك وخلاص، لا، احنا ممكن ندعو هذه الشركات او ندعو ممثلي سوق العمل في لقاءاتنا مع هؤلاء الطلاب، وده اللي هنحاول نعمله يعني ان شاء الله. وبطمن الفرق اللي ان شاء الله هتحتضن في حاضنه اعمال بايلوت ان احنا ان شاء الله هنحاول نتبع هذا النظام، وهنحاول ان احنا نساعدكم قدر المستطاع علشان مشاريعكم ان شاء الله تخرج للنور وتبقى يعني تدعم باذن الله. فطبعا مهم قوي ان احنا يعني نساعدهم في بناء هذه الجسور. مهم قوي كمان ان احنا نعمل مقابلات مع رواد الاعمال من الشباب، والمقابلات دي تبقى مقابلات يعني على قد ما نقدر، مقابلات دورية، مش كل مثلا فترة بعيدة، لا، مقابلات دورية علشان نشوف تقدمهم في مشروعهم، ونحاول بسرعة نصحح مسار هؤلاء الطلاب لو مثلا حسينا ان لا، هم خارج المسار او بعيدين كل البعد عن التساؤلات اللي طرحناها عليهم بخصوص مشروعهم او العناصر المهمة اللي لازم ياخدوا بالهم منها. مهم قوي ان احنا نوفر لهم برضو دعم قائم على نموذج الـ 3M، ودي حواريها لحضراتكم. يعني ايه الدعم قائم على النموذج؟ يعني مهم قوي نخليهم ياخدوا بالهم من الـ 3M دول اللي هنشوفهم مع بعض حاليا على طول. كل العناصر دي هتساعدنا كمان ان احنا نعمل الثلاث حاجات اللي قدام حضراتكم دي، ان احنا فعلا نعرف الايكو سيستم بتاعنا مين هو. يعني ايه الايكو سيستم؟ يعني كل العناصر المتعلقه بالمشروع في البيئه، من شركاء، من منافسين، من مثلا يعني كل الناس اللي موجودين في الايكو سيستم اللي لهم علاقه بمشروعي اللي هيطلع للنور. مهم جدا بقى الحاجات دي كلها هتخلينا نحدد فعلا شركائنا. يعني ممكن نبتدي مثلا احنا نقول لا، مشروعنا ده محتاج شركاء، الشركاء الفلانيين. فهذه العلاقات اللي هننشئها هتساعدنا على ان احنا نحدد مين شركائنا، مين ممكن يكونوا شركائنا في هذا المشروع، وهتخلينا كمان نساعد رواد الاعمال في ان هم يبداوا في مشروعهم. طيب مهمتنا ايه احنا كمشرفين او كمنتورز او كتوتر؟ مهمتنا ان احنا نوعي ونصاحب ونرشد ونوعي. يعني ايه نوعي؟ او ليه التوعية؟ اقول لحضراتكم ليه مهم قوي، يعني او ازاي نعمل توعية. يعني ايه توعية؟ توعية يعني ان احنا ننشر ثقافة ريادة الاعمال، وده اللي احنا كنت بكلم حضراتكم عن المشروع بتاعنا اللي حاولنا فيه. وفعلا يعني انا حاسه ان مش بس بسبب المشروع ده، بس هو اتجاه دوله ان احنا يعني بقالنا مثلا 3 سنين يعني ثقافه رياده الاعمال انتشرت بطريقه كبيره الحمد لله في مجتمعنا ووسط طلابنا ووسط يعني زملائنا في الجامعات. فطبعا لازم نهتم احنا كمرشدين او كمنتورز بنشر هذه الثقافه،
ونعرف الطلاب يعني ايه رياده اعمال، يعني ايه رياده، يعني ايه ان انت تبقى رائد اعمال، يعني ايه ان انت تبقى عندك فكره وتحولها لحقيقه، وان انت تساعدها على ان هي تستمر وتنجح، ومش بس تنجح تستمر طبعا، يعني يبقى مهم فيك جدا السستينابيلتي. طيب التوعيه دي كمان، ان احنا كمعنيين برياده الاعمال لازم نروح المدارس والمؤسسات التعليميه عشان ننشر هذه الثقافه، ونعرفهم، نعرفهم يعني ايه رياده اعمال، هذه الثقافه اللي مش بس معناها ان احنا نعمل مشاريع ونطلع، لا، معناها ان احنا نتبنى هذا الفكر الريادي في اسلوب تفكيرنا، في اسلوب تدريسنا، في اسلوب توجيهنا للطلاب، في اشرافنا على اي عمل بيقوموا بيه الطلاب. لازم نتبنى هذا الفكر الريادي، مش بس الفكر الريادي بمعنى مشروع ويطلع، لا. كمان لازم ان احنا كمعنيين بثقافه برياده الاعمال، او كمنتورز، او كناس بتدرس رياده اعمال، او كناس مثلا بتشتغل في حاضنات، ان احنا نتواجد في مختلف المحافل والتظاهرات الخاصه برياده الاعمال، وان احنا كمان نشجع الطلاب على التواجد في مثل هذه المحافل، حتى لو ما عندهمش مشاريع، هم هيبتدوا يشوفوا الناس بتعمل ايه، وهيبتدوا يشوفوا زملائهم التانيين بيعملوا ايه، هيبتدوا يشوفوا الشركات محتاجه ايه، الشركات تبنت اي نوع من المشاريع، ازاي الطلاب رواد الاعمال بيعرضوا مشروعهم، بيبيعوا الفكره بطريقه صحيحه. فكل ده هيكتسبوا بيه خبره، مش من الكلام بس، لا، من التواجد. وكمان لازم نعرف شباب رواد الأعمال وشباب المنتورز اللي بيقودوا وبيرشدوا رواد الأعمال الشباب بالأدوات اللي بنستخدمها في إن إحنا نوجه ونرشد ونتابع هؤلاء الشباب. ليه؟ ليه لازم مهم جدا جدا إحنا نوعي؟ لأن في تساؤلات كده قدام حضراتكم، لأن في طلاب، يعني مهم جدا ان احنا ده دورنا يبقى توعوي مهم قوي، عشان في طلاب فعلا عايزين يعملوا مشروعهم بس ما عندهمش فكره مشروع، نفسهم قوي يبقوا رواد اعمال، يعني دي فكره، انا عايزه ابقى رائد اعمال، انا عايزه ابقى عندي مشروع. طب انت عندك يا حبيبي عايز تبقى رائد اعمال وما عندكش فكره؟ طب ما انت لازم تبقى عندك فكره مشروع الاول، وعندك فكره حتى كده في ذهنك، عشان تبقى رائد اعمال، لان هي موضه ساعات واي حد عايز يبقى رائد اعمال، بس لا، فاحنا لازم نفهمهم ان مش اي حد يبقى رائد اعمال، لازم يبقى فيه يعني في بعض الاسس لازم تتوفر في رائد الاعمال. برضو في بعض الطلاب من رواد الاعمال، رواد الاعمال من الطلاب، يعني مش عايز، ما بيحبوش يتكلموا عن فكرتهم عشان بيخافوا لا تتسرق. ماشي، في المطلق كده ما ينفعش، هو ممكن ايوه يخافوا يتكلموا عنها مثلا مع جهه منافسه، اوكي، لكن يعني مش لازم يخافوا ان هم يتكلموا يعني عن فكرتهم مع المنتور بتاعهم، مع الاستاذ بتاعهم، مع مثلا يعني في محافل لها علاقه برياده الاعمال، لا، لازم ما يخافوش. فعشان كده احنا لازم دورنا هنا ان احنا نوعيهم، ان نقول لهم ازاي يعرضوا فكرتهم من غير ما يحسوا ان هي ممكن تتسرق. برضو في بعض رواد الاعمال بيبقوا عندهم خجل فظيع، وده طبعا مش مطلوب خالص، فبرضو مهم قوي احنا كمنتر نكسر حته الخجل دي عند رائد الاعمال، لان رائد الاعمال قبل ما يبتدي يخرج مشروع للنور هيعرض مشروع، هيعمل بيتش للمشروع بتاعه، ودي هي يعني زي ما بنقول يعني حجر الاساس في المشروع. لو ما عرفش يبيع فكرته، فكره المشروع مش هتنجح. لازم نعلمهم ازاي ما يبقوش يعني عندهم خجل، لازم نعلمهم برضو ازاي يقدموا فكره المشروع دي ويبيعوها صح، وايه العناصر لازم تتوافر في عرضهم لمشروعهم، لفكره مشروعهم، والوقت اللي لازم ياخدوه قد ايه، والعناصر اللي لازم تبقى موجودة في هذا العرض، حتى يعني حتى شكلهم، حتى لبسهم، يعني لازم الحاجات دي كلها نوجههم ليها ونوعيهم، لأن هم مش بيبقوا عارفين. فده دورنا، ده دورنا، لأن هم برضو المظهر
يوم العرض وطريقة العرض وطريقة الكلام وطريقة الوقفة وحركات الإيدين، كل دي بتؤخذ في الاعتبار. بعض برضو رواد الأعمال من الطلاب مش بيحبوا ينفتحوا على المجتمع. يعني إيه؟ يعني مش بيحبوا ينزلوا على أرض الواقع، ينزلوا يختبروا مشروعهم على أرض الواقع. لا، هم منهم للمنتور ومنهم لزمايلهم ومنهم لأفكارهم وورقهم والمقابلاتهم، وما بيحاولوش بقى ينزلوا فعلا على أرض الواقع، يحاولوا يعملوا كده يعني زي ما بنقول عليه في المحلات لايت اوبننج، يعني او زي الريستوران بنقول لايت اوبننج، يعني بنفتح كده الريستوران قبل الافتتاح الرسمي عشان نستطلع آراء الكلاينتس ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن تبقى ناقصة ونستكملها، المنيو كويس ولا مش كويس، الديكور كويس ولا مش كويس، حاجات كتير بنحب نعرف آرائهم علشان لما يبقى فيه فعلا الريل اوبننج بتاع الريستوران ده، يبقى او بتاع المحل او بتاع ايا كان بقى المشروع، يبقى احنا تلافينا بعض نقاط الضعف. فمهم قوي قوي ان رائد الاعمال ينزل على ارض الواقع ويروح ويسأل الشركات ويسأل ويشوف احتياجات السوق ومين اللي موجود ومين اللي مش موجود، ويعمل استطلاع رأي ويسأل أصحاب الخبرة علشان فعلا يستند على ركائز في مشروعه. برضو في حاجة كمان، طبعا رواد الأعمال بقى من الطلاب اللي بقى يعني اللي بيعرف كل حاجة. أنا عارف كل حاجة والله، أنا فاهم كل حاجة وأنا رائد أعمال من يومي ومولود رائد أعمال، و يعني ما فيش حاجة ما بعرفهاش. دي طبعا لازم نوقفهم شوية كده ونقول لهم لا، مفيش حاجة اسمها كده، يعني انتوا لازم تتعلموا ولازم تعرفوا ولازم ما تدعوش ان انتوا بتعرفوا كل حاجة، ولازم ما تعيشوش في عالم الخيال، ولازم تتمكنوا من بعض العناصر علشان تقدروا فعلا تنجحوا هذا المشروع. فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلينا لازم نبقى نقوم بهذا الدور التوعوي، يعني دور المنتور أهم حاجة، أول حاجة إن هو دور توعوي علشان الحاجات اللي قلتها لحضراتكم. بعد كده بقى الدور التاني بتاعه إن هو المنتورينج نفسه، المصاحبة والإرشاد والتوجيه. طيب ليه بقى؟ طب إزاي يعني إيه العناصر؟ حضراتكم شايفين ده زي كده القمع ده اللي بيصب في مصلحة رائد الأعمال. فحطيت فيه كده شوية العناصر المهمة اللي هتصب في مصلحة أي رائد أعمال عنده مشروع. طبعا لازم ندعمه قبل وأثناء وبعد، يعني لازم ندعمه أول ما يقول أنا بفكر في مشروع وفعلا ابتديت أشتغل في المشروع، وبعد ما اشتغلت في المشروع يعني لازم نبقى مصاحبين له طيلة فترة احتضاننا لهذا المشروع واحتضاننا لهذا الفريق، ما نسيبهوش، لان دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. مهم قوي ان احنا نبقى جود listener، يعني ان احنا نسمع رائد الاعمال ونسيب له فرصه يتكلم. وده اللي احنا شفناه الحقيقه لما رحنا فرنسا، حضرنا لقاءات فعلا منتورنج مع شباب من طلاب عندهم مشاريع، يعني شفنا قد ايه بيسمعوا، قد ايه بيسيبوهم يتكلموا، قد ايه مش بيقطعوهم او بيحبطوهم او بيكسروا من افكارهم او بيكسروا من شخص، لا بيسيبوهم يتكلموا. فاذا الاستماع برضو من اهم العناصر المصاحبه لرائد الاعمال. لازم كمان زي في التعليم اللي عن بعد نتبنى دور الميسر والمصلح، ان احنا نيسر الحاجات زي ما شفنا مع بعض. يعني ايه نيسر الحاجات؟ ودي ان شاء الله اللي احنا هنحاول برضو نعملها، وبنوعد الفرق اللي ان شاء الله هتحتضن في حاضنة اعمال بايلوت ان احنا ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقوم بهذا الدور، وفي الاخر تخرج مشاريعكم للنور باذن الله. يعني ايه ميسر؟ يعني نسهل لهم الصعوبات. مش معناه ان هم هيعتمدوا علينا اعتماد كلي، لا، لكن معناها ان احنا هم برضو لسه صغيرين ما عندهمش خبره، واحنا عندنا علاقات او نحاول نعمل لهم علاقات مع الشركات، مع سوق العمل، مع الشخص، مع الجهات اللي ممكن تتبنى الفكرة أو تخرج الفكرة للنور وتنفذها فعلا. والمصلح يعني إن احنا نحاول نصلح لو في أي جاب، لو في أي مشكلة، لو في أي عثرة قابلتهم في طريقهم احنا نحاول نصلحهم. من نقومش كمان بدور الحكم، لا يجب الحكم على المشروع،
يعني ودي شفناها برضو، ان ما نقولش المشروع ده وحش او حلو، ما ينفعش احنا نقوم بدور الحكم. كل المشاريع مشاريع كويسة، بس هي ازاي تنفذ، وما نقعدش نقول من الاول لا المشروع ده على فكرة وحش، انا شايف ان المشروع ده مش هينجح، من غير ما اقول المشروع ده هينجح او مش هينجح. طب ما انا لما ابتدي يعني اشوف معايا المودلز اللي هتبقى يعني ليه الاسئله اللي المفروض يجاوب عليها ويطرحها على نفسه ونطرحها عليه، هو من نفسه هيجي في الاخر يقول لنا لا والله انا حاسس ان المشروع ده مش قابل للتنفيذ على ارض الواقع، فساعتها يعني مش يعني هنكون مش احبطناه وسبناه هو يستنتج من خلال المتابعه والمصاحبه والتساؤلات اللي بنطرحها عليه ان المشروع ده بينقصه حاجات عشان يبقى قابل للتنفيذ. فما نقولش من الاول كده لاي رائد اعمال المشروع ده مشروع وحش، المشروع ده مشروع فاشل، المشروع ده مش حلو. لا، مفيش مشروع فاشل ومفيش مشروع وحش، ازاي يتم تناول هذا المشروع وازاي نخليه فعلا يخدم احتياجات سوق العمل، هو ده اللي هيخلي هذا المشروع ينجح. ومهم قوي قوي كمان في المصاحبة ان احنا نسهل العلاقة ما بين رائد الاعمال وما بين اي شريك، يعني لو هو لقى ان في او احنا لقينا برضو ان ممكن يبقى في شريك ينجح هذا المشروع اكتر او يدعمه اكتر من انه يبقى كده بس قائم على هذا الفريق فقط، نحاول احنا نسهل له هذه العلاقة ونخليه يقابل الناس دي ونخليه يتكلم معاهم ونخليهم يدعموه قدر المستطاع. فاذا هذا زي ما شايفين حضراتكم كل العناصر دي في الآخر لازم تحت كده تصب في مصلحة رائد الأعمال. الموديل بتاع الفري أم ده اللي كنت قايلاه لحضراتكم إن إحنا ندعمهم بالمودلز ده، يعني إيه الموديل ده؟ في المصاحبة مهمة قوي قوي إن أنا أعرف الطالب هذا المثلث، يعني أقول له أنت على رأس هذا المثلث وفي عنصرين اخرين، يعني علشان المشروع يكتمل لازم انا ابقى موجود كرائد اعمال وكفريق، لازم اخد بالي جدا من الايكو سيستم او كل البيئه المحيطه بهذا المشروع، ولازم اخد بالي من مشروعي انا نفسي. يعني ايه مشروعي؟ يعني التشيك ليست اللي هي بقى البيزنس موديل وال يعني الاكشن بلان وكل الحاجات اللي هي موجوده في المشاريع بتاعت رائد الاعمال دي، يعني اذا حاجه خاصه بي انا كرائد اعمال لازم تتوفر فيها عناصر. لازم اخد بالي قوي من البيئه المحيطه بهذا المشروع، من الايكو سيستم، الشركاء بقى والمنافسين وكل الناس اللي ممكن يبقى لهم علاقه من بعيد او من قريب بهذا المشروع. ولازم اخد بالي من مشروع، يعني ايه مشروع؟ يعني افصص كل العناصر المتعلقه بمشروعي بعيد عن الايكو سيستم، يعني البادجت بتاع مشروعي، فتره مثلا هيتنفذ في قد ايه، الفيوتشر بلانز، البيزنس موديل المتبع، يعني الحاجات اللي لها علاقه بالمشروع، ايه يعني كل يعني المخرجات اللي انا مستنياها من هذا المشروع. فاذا ده في المصاحبه مهم قوي، سوري اسفه، مهم قوي ان انا اعرفه على هذا ال 3 ام اللي هي بالفرنساوي يعني موا ومون بروجي ومون ايكو سيستم، او بالانجلش يعني حولتها لمي اند ماي ايكو سيستم اند ماي بروجكت. طبعا بالعربي ده ما اعرفش هتبقى ايه، ما فيش 3 ام طبعا، انا ومشروعي والبيئه دي كلها ما شاء الله حروف مختلفه، يعني ما مش هنعرف نقول عليها حاجه. طيب احنا قلنا برضو في المصاحبه اتعرفت على تو تولز، يعني اداتين بيستخدموها في مصاحبتهم وتقييمهم وإرشادهم للطلاب في أي مشروع ريادي. مشروع اسمه إنتنسيو، وده هرجع له تاني بس يعني معلش هو سلايد جت قبل سلايد. المشروع ده بيطرح بعض التساؤلات اللي هو إيه الرابط بين مشاريعك الحالية والسابقة والمستقبلية أو المتوقعة، يعني بنقعد نطرح أسئلة كده عشان نعرف الطالب ده او رائد الاعمال ده يعني ايه الرابط اللي بيربط هذا المشروع ما بين واي مشروع كان فكر فيه قبل كده واي مشروع عايز يفكر فيه بعد كده.
وبرضه بنسأله طب ايه القيم المرتبطة بالمشاريع دي، يعني ايه اللي انت عايز تحققه من هذه المشاريع، وايه القيم المشتركة اللي بتشترك فيها مشاريعك المختلفة. وبالتالي بنطرح يعني أسئلة أكتر بقى. وحواري حضراتكم في آخر إن شاء الله، يعني كمان بالظبط أنا قدامي بالظبط 5 دقايق وأخلص، يعني حواري حضراتكم النماذج التفصيلية لهذه يعني الشيت الأساسي التفصيلية للنماذج دي اللي بتفصص كل نقطة من الحاجات دي وكل التساؤلات دي. ودي ممكن زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله ممكن أترجمها لحضراتكم بحيث تبقى تولز تستخدموها ونستخدمها إحنا برضو مع في المنتورينج. النموذج ده أهو فيه ثلاث خانات، مشاريع السابقة ومشاريع الحالية ومشاريع المستقبلية. وممكن نسأله طب إيه أقدم ذكرياتك عن رغبتك في إنجاز مشروع، يعني أنت من إمتى، يعني زي الدكتور النفسي كده قاعدين على الشازلونج وبعدين بنقول له ارجع كده بالذاكرة لورا وقول لنا كده إمتى بدأت تفكر في مشروع، من إمتى راودتك الفكرة، من زمان ولا من قريب، ولا إيه أقدم مشروع فكرت فيه، طب عملت ايه عشان تنجز فكرة المشروع الاولي ده اللي كنت بتفكر فيه حتى وانت صغير، طب ايه القيم اللي موجودة في او يعني المفاهيم اللي كانت مرتبطة بمشروعك ده، او عايز تحقق ايه كنت من مشروعك ده. وبعدين ابتدي بقى اتنقل للمشروع الحالي، اقول له طب في جملة واحدة قدم لي مشروعك، يعني مشروعك ده ممكن ازاي تقوله في جملة واحدة، ايه الصورة اللي انت عايز ترسمها لمشروعك في بين عناصر نظامك البيئي، يعني ايه يعني انت عايز مشروعك ده يبقى ازاي وسط هذه البيئه اللي هينشأ فيها هذه المشروع، هذا المشروع يعني انت شكله ايه مشروعك كده، ايه الصوره اللي انت راسمها في ذهنك للمشروع ده في وسط البيئه اللي انت هتنشئ فيها هذا المشروع. طب ايه اهم العناصر او القيم المرتبطه بالمشروع ده، وبرده مهم قوي ان انا اخليه بروجكت على الفيوتشر ويفكر طب هل المشروع ده ممكن يبقى له امتداد، هل المشروع ده ممكن يبقى له مثلا علاقة بفكرة مستقبلية ممكن تراوده، طب ايه الصورة اللي عايز يوصل لها كرائد اعمال خلال 3 سنوات مثلا او في 3 سنوات بعد 3 سنوات، طب ايه الحاجات اللي ممكن ترتبط بالمشاريع المستقبلية مثلا اللي انت حابب تحققها، يعني اعمل معاه سورت اوف برين ستورمنج كده، احرك جواه افكار كتيره كانت لها علاقه بالماضي والحاضر والمستقبل علشان يعرف ان هو ممكن حاجات كانت عنده في يعني في الانكونشس يعني او في اللاوعي بتاعه من زمان وكان نفسه يحققها وخرجت للنور وممكن تستمر وتكبر. فمهم قوي كده ان انا اقوم بدور ارشاد نفسي شويه في هذا النموذج. في نموذج تاني اسمه ايديو، ده بيخلينا نحول الفكرة لفرصة عمل قابلة للتطبيق. وفي هذا النموذج بنطرح على الطالب او رائد الاعمال عدة اسئلة من خلالها برضو ممكن نعرفه يعني يقدر يفهم مشروع اكتر. المشروع ايه زي ما حضراتكم شايفين في النص، ايه المشروع بتاعك، لماذا هذا المشروع، يعني انت عايز تعمله ليه، ايه الاسباب اللي يعني ده كده في الاول. وبعدين حواري حضراتكم تفصيليا الشيتس اللي هما بيملوها مع الطلاب كل جلسة علشان في الاخر فعلا هذا المشروع يبقى استكمل كل العناصر اللي المفروض يستكملها علشان يبقى مشروع قابل للتنفيذ. طيب ما نشاط المشروع، يعني المشروع ده ايه النشاط بتاعه، بيقوم بايه، ايه الحاجات اللي هيقدمها المشروع ده، وما هو تاريخ المشروع، يعني ايه تاريخ المشروع، يعني زي ما قلت يعني هل المشروع ده كان قديم وفكره قديمه ونامت وظهرت للنور تاني، ولا مثلا كانت لسه فكره جديده نبعت من احتياج معين من موقف معين، يعني لازم اشوف معاه تاريخ المشروع. طب انت بدأته من امتى او انت فكرت فيه من امتى، طب اشمعنى دلوقتي، طيب وفي اي سياق او بيئه نشأ المشروع، يعني ايه البيئه اللي انت عايز تنشئ فيها مشروعك وليه، يعني طب البيئه دي ايه العناصر اهم عناصر البيئه دي اللي هتخليك او هتساعدك على انشاء هذا المشروع. حواري حضراتكم برضو
يعني هعمل شير سكرين أخيرة قبل ما أنهي حديثي على الشيتس اللي قلت لحضراتكم عليهم. أوكي، متهيألي حضراتكم شايفين شايفين الشيت مش كده، الإكسل شيت. ولو تلاحظوا تحت كده، هو طبعا كله مكتوب بالفرنساوي وأنا هحاول سريعا أترجم لحضراتكم المعاني دي. لو بصينا تحت كده هنلاقي حاجات كتيرة جدا جدا، منها يعني حاجات جنرال. حاجات جنرال دي يعني ايه؟ يعني دي اول ما بندوس عليها ده في الرانديفو او في اللقاء اللي بيعمله المنتور مع قائد المشروع ومع المشروع، بيبتدي يقول له يعني هو بيقول يعني الهدف من هذه المتابعة، و هنتبع انهي ميثود في متابعة الطلاب دول، ومين اللي جه من مين اللي حضر. يعني دي بتبقى حاجات اساسيه في الاول. عندنا تحت اسمها جايد لاينز برضو، او يعني دي هم عاملينها بالانجلش. جايد لاينز دي معناها ان هنا شايفين حضراتكم هنا معناها ان انا عايزه انشئ المجتمع الخاص بهذا المشروع، وببتدي بقى اقول كل الاكشنز اللي انا ناويه اعملها. وشايفين حضراتكم هنا اكشن هي 1، اكشن 2، اكشن 3، وحاطين بالشهور ازاي هتنفذ الموداليتي، يعني طرق تنفيذ الاكشن دي والمخرج بتاع الاكشن دي. يعني ده زي كده يعني كالندر للبروجكت. عندنا تحت مثلا حاجه اسمها باج داكوي، او اللي هي صفحه يعني زي الهوم بيج، بيحطوا فيه اهم المعلومات، الاسم واللوجو بتاع البروجكت والديت اللي انا يعني فكرت فيه. طب التاريخ اللي انا ناوي فعلا فيه انشئ الشركه بتاعتي. طب هل مثلا انا عندي سايت ويب سايت، او عندي تويتر، او عندي بيج للبروجكت بحطها. طب هل انا مثلا حابب ان انا يعني مثلا، وحتى بصوا شايفين حضراتكم هنا دي الايموتيكون دي بيقولوا لهم يعني انت حالتك ايه دلوقتي يعني وانت بتكتب الكلام ده. زي ما ممكن يكونوا زهقانين، ممكن يكونوا مبسوطين. طب ايه الحاجات اللي حققتها من نجاحات في الفتره دي؟ طب ايه اللي كان ممكن يحصل وما حصلش؟ يعني حتى الطريقه فريندلي عشان تخلي الطلاب يكتبوا براحتهم كده، ويعني يتكلموا براحتهم. وده بقى مثلا البلانينج بقى ده، او شايفين حضراتكم كل الشهور لحد يعني مثلا مده المشروع، وكل ادي مثلا هنا اللي هو زي البيزنس موديل مثلا ده هنعمله في الشهر ده. طيب الحاجات الكونسبشن يعني ان انا هبتدي اصمم حاجات معينه، طب هصمم برده بدي نفسي فتره. طب الماركتنج مثلا المفروض اعمله امتى؟ طب مثلا كل الحاجات الاداره المانجمنت، طب مثلا ازاي همول المشروع، يعني حاجات كده هم بيملوها بتفاصيل ممله. مكتوب تحت مثلا ريزو يعني شبكات، يعني ايه؟ يعني كل ما له علاقه بالبارتنر بتوع المشروع. دي برده مهمه قوي. الافر تحت مكتوب افر، الافر دي يعني كل الحاجات اللي هتخلينا نحدد البيزنس موديل بتاعنا، ايه اللي انا ببيعه، ازاي، لمين، ازاي هكسب فلوس، مين المنافسين بتوعي، ايه الفيز بتاعتي اللي هختبر هذا المنتج علشان اشوف احتياجات فعلا الكلاينتس بتوعي. كونسبسيون وبرودكسيون اللي هي الوقت بالظبط، يعني الفيزز اللي هتخلينا ان انا اطور وانتج المشروع بتاعي، واللوجيستكس والمانتننس بتاعت المشروع ازاي هوفر له السستينابيلتي، ازاي انه يدوم. فدي كلها بالتفصيل الممل بيحطوها في كل الحاجات دي. والكومبتنس يعني كل الكومبتنس اللي انا محتاجاها في للمشروع ده، ايه الحاجات اللي انا محتاجه اتدرب عليها مثلا، اخد فيها تريننج، ايه الحاجات اللي انا محتاجه اتعلمها علشان اقدر اكمل في المشروع ده، ايه الحاجات اللي الناس اللي انا محتاجه اعينهم معايا، ايه الناس اللي محتاج يبقوا شركاء في المشروع. كل التفصيل الممل، ودي بتبقى زي كده شيت بتتملى بالتفصيل علشان الطلاب
يبقوا فعلا عندهم إجابات لكل التساؤلات دي، وصورة شاملة لكل الحاجات دي، الحاجات الخاصة بهذا المشروع. فده إن شاء الله يعني بإذن الله لو حضراتكم محتاجينه ممكن أترجمه لكم وأديه لكم، علشان برضو يبقى يعني زي جايد لاينز لحضراتكم وللطلاب اللي ممكن حضراتكم تصاحبوهم وتترشدوهم وتمنتر يعني تعملهم منتورينج في الحاضنة أو في فترة الاحتضان أو في فترة يعني تنفيذهم للمشروع. يعني أرجو إن أنا ما أكونش أطلت على حضراتكم أو يعني زهقتكم، يعني حاولت بس أنقل كده تجربة بسيطة وخبرة صغيرة مريت بيها، وحاولت إن أنا يعني إن شاء الله تكون فادتكم شوية. بشكركم شكرا جزيلا، ويعني في انتظار بقى تساؤلاتكم. ميرسي، ألف شكر. شكرا لحضرتك يا دكتورة ريم، وأنا استفدت والله من حضرتك جدا، كانت محاضرة ممتعة، وأتمنى إن احنا يعني نعرف كل آيتم من دول بالتفصيل إن شاء الله خلال البوت كامب بتاعنا. وحضرتك يعني لما قدمتك وقلت لك حضرتك مدربة ريادة أعمال، قلت لا أنا مش مدربة ريادة أعمال لحضرتك، يعني عملت شغل كويس جدا وبتحاول تفيدينا بيه، وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتك إن شاء الله. أتمنى نشوف مناقشات الزملاء، حد عنده أي استفسار أو حد عنده أي سؤال للدكتورة ريم؟ ممكن أسأل سؤال يا دكتور محمد؟ تفضلي. طبعا يا دكتور اتفضلي، طبعا اتفضلي. سؤال سهل بقى يا غدا. لا أنا الحقيقة بس عايزة أشكر دكتورة ريم على البرزنتيشن الرائعة، ودكتورة ريم الحقيقة في البرزنتيشن تأرجحت ما بين التولز اللي انتم ممكن تستخدموها واللي احنا ممكن نستخدمها، يعني أتصور إنها كانت بتحاول تشير إلى أن فعلا ريادة الأعمال لابد أن تكون ثقافة، يعني إحنا هننشرها ونطبقها مع الزملاء اللي أنا مش عارفة طبعا أكيد الحضور في بعض الناس اللي مسجلة في البوت كامب، ف يعني دول هيصاحبوا، لكن هم نفسهم إذا كانوا يعني طلاب أكبر شوية يمكن يقع قصادهم طلاب أصغر محتاجين الدعم، إذا هم أساتذة ممكن يكون عندهم طلاب برضو يأتوا إليهم بفكرة أو كذا، فيعني كلنا منتورز وكلنا رواد أعمال، هي دي يعني الخلاصة يعني اللي عايزة أصل إليها. يعني مش ما عنديش تساؤل قد ما أنا عايزة برضو أرحب يعني بحضراتكم جميعا، وبقول لكم طبعا احنا منتظرينكم يوم 14 في بداية البوت كامب بتاعنا. دكتور محمد مشكورا، عمل لنا واتساب جروب للتواصل، انا حطيت عليه بعض التفاصيل لكن الديتيلد بروجرام معلش انتظروه بكرة الله يخليكم، وطبعا اوفر ايميل برضو هنبعت نفس التفاصيل. عايز اسألك سؤال يا ريم بس مش عايز اسأل سؤال صعب. يعني ممكن من واقع زيارة حضنة لوران مثلا تكلمينا على حاجة كانت سكسس ستوري أو قصة فشل تحولت إلى قصة نجاح، أو ممكن أقول اكزامبل في مجال الـ Educational Technologies يعني اللي هو مجال عمل الحاضنة، يعني إذا في حاجة ممكن تشاريها معانا أو يعني تشاركيها معانا تبقى حاجة لطيفة أوي. يعني هو انا الحقيقه احنا قعدنا شهر، يعني قعدنا اسبوعين مش شهر لا اسبوعين بس، حضرنا جلسات منتور يعني منتورينج وتوتورينج للفرق المختلفه، وكنت بلاحظ في بعض يعني عشان كده انا قلت مهم قوي قوي ان احنا ما نقولش ان المشروع فاشل. حضرت جلسات كانت بالنسبه لي انا ايه المشاريع دي، ايه الهجس ده، يعني ايه الحاجات الغريبه اللي بيقولوها دي، بس الحقيقه والله عشان كده انا استفدت من هذه التجربه ان كنت بلاقي المنتورز ما بيعلقوش خالص ابدا بصوره محبطه، بيسيبوهم يتكلموا، وكانت حتى مشاريع بسيطه يعني هدوم قديمه يحولوها لهدوم جديده، مش عارفه طبعا ابلكيشنز حاجات لها علاقه بالتكنولوجي بيستخدموها عشان
حاجات مجسات كده، يعني حاجة في الطب على ما أتذكر، يعني اكتشفوا حاجة كده جديدة وعايزين يطبقوها. بس كان في حاجات حلوة قوي وحاجات بسيطة جدا، بس كانوا السمة العامة إن سواء كان المشروع مشروع فعلا جاد أو مشروع بالنسبة لي يعني أنا إيه المشروع ده، إيه الهبل ده، كانوا على نفس درجة الجدية ونفس درجة الحماسة ونفس التشجيع ونفس التولز اللي بيستخدموها هنا بيستخدموها هنا علشان يخلوا الطلاب فعلا هي بنفسها في الآخر تقول إذا كان المشروع ده يستكمل ولا لأ. الحاجة الكويسة كمان اللي لاحظتها إن يعني هما طبعا قالوا لنا إن في مشاريع شافت النور وادونا كده زي بوكلت صغير في مشاريع حلوة قوي خرجت من هذه الحاضنة ومشاريع ناجحة، وقعدوا يعملوها منتري سنة بحالها ومقسمينها بقى لكذا شهر يعني. فطبعا يعني سنة احتضان، وكان المشروع عندي يعني عندي البوكلت ده فيه المشاريع. الحاجة كمان اللي لاحظتها إن الحاضنة دي، ودي حاجة الحقيقة لنا السبق فيها الحمد لله، إن الحاضنة اللي احنا رحناها دي حاضنة تابعة لجامعة لوران، ودي حاجة جميلة جدا والحمد لله إن احنا نجحنا في إن احنا نعمل حاضنة تابعة لجامعة الإسكندرية. لأن هناك لما زرنا الجامعة لقينا إن حتى الأبحاث اللي الطلبة بتعملها كريسيرش في الماستر حتى وفي الدكتوراه، أبحاث قائمة على يعني الأبحاث اللي في المشاريع اللي في الحاضنة قائمة على أبحاث جامعية فكروا فيها الطلاب وحاولوا يحولوها من فكرة بحث لفكرة مشروع لنفذ. فدي حاجة جميلة جدا جدا يعني لاحظتها لما رحت، ده اللي أقدر أقوله يعني من خلال التجربة دي. مش عارفة إذا كنت جاوبت على السؤال ولا لأ يعني، لا بس جاوبت. طبعا جاوبتي طبعا يعني اديتي elements مهمة جدا، شكرا دكتورة ريم. يعني واديتي فكرة جميلة جدا ان يعني كل واحد فينا، برضو انا مهتمة ان الحاضنة بتاعتنا بتأدرس كل الفئات، يعني مش طلبة بس اللي من حقهم يكونوا رواد اعمال، احنا كمان ممكن نكون رواد اعمال واحنا والطلبة سوا. يعني انا اخد الاكزامبل بتاعت الماسترز اللي بتقولي عليها، اي حد فينا اشرف على ماسترز مع احد طلابه وكان في فكره مبتكره تطبيقيه بتخدم قطاع معين، دي في النهايه ممكن تكون مشروع قابله للتطبيق. فكلنا بقى نبحث في يعني ملفاتنا ونشوف ايه اللي ممكن نشتغل عليه وان شاء الله موفقين. انا برضو عايزه اعمل اناونسمنت، برضه انا مش عارفه انا بتكلم مع اي اودينس، اكيد I'm sure ان انا عندي ميكست اودينس النهارده، اكيد في اسامي مشتركه ما بين البوت كامبرز وما بين الاودينس ان جنرال. فانا برضه بقول ان مفيش اخفاقات في المشروعات، لكن في 5 مشروعات هيكونوا ان شاء الله في خلال 6 شهور شركات مؤسسه. وزي ما حضراتكم عارفين احنا الفند بتاعنا بيدي سيد فند لكل شركة مؤسسة 200,000 جنيه، فطبعا هنضطر ان يكون في 5 شركات فائزة، لكن ان شاء الله كل اللي هيشاركوا معانا فائزين بتطوير افكارهم وبالعمل ان شاء الله على يعني حاجات هم باشنت بيها وبيحبوها. حابة برضو يعني in relation للدكتورة ريم بتقوله في قصص النجاح وقصص الاتفاقات، احنا هنبتدي ان شاء الله داي 1 في البوت كامب يوم 14 بان احنا هنشوف قصص النجاح بعض الشركات اللي خرجت في مجال ريادة الاعمال في التعليم. ان شاء الله هيكون عندنا كذا شركة اتخرجوا في حاضنات اخرى، وهنشوف ازاي دول كانوا فكرة والنهاردة as we speak هم شركات في ناس بتستثمر فيهم، ويعني they are up and running بيلعبوا دور فاعل في الاقتصاد المصري. بشكرك يا دكتورة ريما وريم، وأحب يعني نسيب الفلور ل another question لو في. لا العفو دكتورة غادة، ويعني ميرسي للحضور، وطبعا لو في أي أسئلة تحت أمركم.
هل في أي سؤال من الزملاء؟ مساء الخير دكتور غادة، دكتور ريم، كل الحضور شكرا جزيلا يا دكتور ريم على المحاضرة الجميلة دي. أنا بس كان عندي استفسار برضو في حضرتك، يعني في لما سافرتي في الحاضنة بره، هل كان عندهم documents أو agreement frame لحماية الملكية الفكرية؟ لأن يعني حضرتك أثرتي النقطة دي وهي نقطة مهمة، وإحنا لمسناها فعلا عند بعض الطلاب اللي كان بيبقى عنده فكرة، وموجودة برضو عند ممكن لو عضو هيئة تدريس عنده فكرة، ما بيبقاش كفاية إنه نقول له ما تخافش أو اعتمد على الثقة المتبادلة في الفينيو أو في الانفايرمنت اللي أنت موجود فيها باعتبارها انفايرمنت جامعية. متهيألي إن الأمور هتمشي، يعني ممكن يساعدها إنها تمشي بشكل أوسع عند أطراف كتير بتبقى محجمة عن عرض أفكارها، لو احنا عندنا دوكيمنت بجد لحماية الملكية الفكرية. فمش عارفة يعني تعليق حضرتك لا، هم هناك عندهم هذا النوع من الاجريمنت، يعني طبعا عندهم تسجيل للفكره بيسجلوها. انا طبعا احنا ممكن نعمل ايه علشان طبعا ما يبقاش في مشكله، بس هم ايوه هم لما الفكره بتخرج للنور والمشروع يبتدي يتبلور، عندهم يعني حاجه زي اللي هي تسجيل براءه اختراع يعني، او براءه تسجيل للفكره، وطبعا دي بتحمي ناس كتير. ده بيبقى حضرتك قلتي لما المشروع بيتبلور، طيب وفي الأطوار المبدئية هل بيبقى فيه زي agreement note مثلا something like this؟ هو علشان حاضنة تابعة لجامعة لوران، فالموضوع بيبقى يعني more professional، يعني مش بيقبلوا أي حد، مش بي الأفكار طبعا مش بتطلع بره، بيحتضنوهم بيمشوا معاهم، بيعملوهم في الآخر يعني حتى المشاريع دي بيعملوا كتيبات بتطلع كل سنة بعد نهاية المشاريع، فيها مشاريع والمشاريع دي عبارة عن إيه وكل التفاصيل عن المشروع، فهم بيحموهم بنفسهم يعني. تمام، ميرسي يا دكتور. عارفة إحنا بقى ممكن نعمل إيه؟ والله يا برضو دكتورة سالي دي فكرة يعني أثرتيها، معرف دكتورة غادة بقى نشوف نبقى مع بعض ممكن نعمل إيه. ان شاء الله يا ريت يا دكتور، لاني اعتقد ان بتبقى فيه افكار كويسه وبتبقى كده مستكينه علشان النقطه دي الناس صحيح بتبقى قليله. صحيح طبعا صح. نسيب حضرتك، العفو دكتورة شكرا غادة، شرفتينا. شكرا دكتورة ريم على السيشن الجميلة ديت اللي استفدنا منها، وخلاص احنا متفوقين بقى ان احنا ان شاء الله نبدأ البوت كامب بتاعنا ونعرف اكتر تفصيل عن زيارتك ان شاء الله للحاضنة ونستفيد من خبرة حضرتك. وشكرا لحضراتكم وشكرا للحضور جميعا، ونلاقيكم بقى ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في حلقة جديدة ان شاء الله من ضوء الشماسي. شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا شكرا يا مرسي، دكتورة ريم، شكرا لحضراتكم شكرا ونلتقي شكرا لحضرتك. مرسي جدا.